السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم فوزي. نتمنى يا ربي تكونوا بألف خير وهناء. والاقتراح ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون عبارة عن شوربة بالقرع الأحمر، شوربة لذيذة وصحية بامتياز، كتجي لذيذة عن جد وتصلح لهذه الأجواء ديال البرد. أيضا غنرافقوها بالبيتزا، بيتزا بالصلصة البيضاء بالخضر، كتجي غزالة بالقرعة الخضراء، يعني كتجي غزالة ولذيذة وكتبقى مخرج للناس اللي يعني كيتخوفوا من الصلصة الحمراء أو اللي كتعمل لهم قرحة في المعدة، كتبقى أحسن بديل، كتجي غزالة ولذيذة بهذه الطريقة. نتمنى هاد الاقتراحين ديال اليوم ينالوا استحسانكم ورضاكم، وتحاولوا إن شاء الله تجربوهم في البيوت ديالكم. وإذا حبيتوا تعرفوا على الحلقة ديال اليوم تابعوني وفرجة ممتعة. في العجان هنايا وضعت الدقيق، عندي تقريبا 200 غرام ديال دقيق ابيض و 150 غرام ديال دقيق القمح الرطب القمح فينو. كيف ممكن تعملوا دقيق القمح الكامل يعني في المجموع 350 غرام. غادي نضيف لهم نص معلقه او معلقه صغيره ديال الملح، زوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، معلقة كبيرة ديال الخميرة المعجونة. كنضعو كل المقادير على جنب. كأس ديال الحليب بقياس كأس الشاي، كأس حليب يكون دافئ، وأعشاب التنسيم، واحد الرشة من أعشاب التنسيم لي زيرب دو بروفونس أو الزعتر اللي متوفر عندكم. غادي نخدم وغادي نكمل بالماء الدافئ، واحد القليل من الماء الدافئ. يعني ضفت لها عندي كاس ديال الحليب ونص كاس ديال الماء، وكيبقى يعني القياس ديال الماء عندكم ميزانكم. المهم تكون العجينه رطبه، يعني ما تكونش مرخوفه وما تكونش قاصحه، كتكون لينه بهذا الشكل مدلوكه مزيان. غادي نخليها ريتها ما تختمر وعاد نشوفوا الحشو. بالنسبه للبيتزا يعني من بعد ما وجدنا العجينه غلفتها بالفيلم اليمونتا وخليتها تختمر، غادي نحضروا الحشوه باش غادي نحشيو هذه البيتزا. عندي هنا بصله كبيره مشلضه، عندي فلفله صغيره يعني فلفله صغيره خضراء وفلفله حمراء، جوج فلفلات. هنا عندي واحد اربعه الحبات ديال القرع الاخضر اللي غسلتهم وحكيته بهذا الشكل، اربعه الحبات ديال الكورجات فقط. وغادي نعملوا الصلصه البيضاء بلاصوص بيشاميل، هادشي باش غادي نحضروا البيتزا ديالنا. اول شيء يعني في مقلاه وضعت فيها واحد جوج معالق ديال الزيت ديال زيت الزيتون. غادي نوضع هاد الحبه ديال البصله اللي انا قطعت ونخلي حتى تتشحر ليا البصله وتنزل، ونضيف بعد ما تشحرات لينا هاد البصله يعني وهضرت واحد شويه، غادي نضيف لها الفلفله وغادي نضيف هاد القرعه خضراء وغادي نشحر الكل. حتى يتشحروا لنا يعني حتى يدبالوا ملحه والابزار، تقريبا واحد نص معلقه ديال الملحه وواحد الرشه ديال الابزار فقط. من بعد ما تشحروا لنا القرعه والفلفله مع البصله غادي نعمل واحد نص معلقه ديال الملح والراس المعلقه ديال الفلفل الاسود اولا الابزار. اذا بان لكم يعني خاص شويه ديال الزيت ضيفوا الزيت فاش تشحر باش ما يتحرقوش لكم. صافي غادي نكمل لهم التشحيره حتى يهبطوا مزيان. صافي وهذه هي الخضره ديالنا واجده، تقريبا واحد 10 دقائق مع التحريك يعني باش ما يتحرقوش مع التحريك 10 دقائق. صافي وها هي دي الخضره ديالنا واجده، غادي نخليها حتى تبرد. واحد رصاصات البيشاميل، عندي هنا نصف لتر ديال الحليب، غادي نوضع معاه جوج معالق كبار، غادي نضيف ليه جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، زوج معالق كبار ديال دقيق ابيض، الراس المعلقه ديال الملح، ايضا رشه ديال الابزار. غادي نخلط الكل، رشه ديال الفلفل الاسود وغادي نخلط الكل. صافي غادي نوضعهم على النار مع التحريك يعني حتى يعقد لينا الخليط. كنحركوا البيشاميل يعني فوق النار حتى تبدا تختار لنا واحد شويه، انا زولتها من على النار وغادا نضيف لها جوج قطع ديال الجبن. ما حدا بقى سخونه باش يذوبوا معاها.
من بعد ما خلطت فيها الفرماج غدا نضيف لها اعشاب تنسيم لي زارب دو بروفونس او الزعتر ولا الحبق اللي متوفر عندكم. صافي وغادي نخلط الكل ونخليها حتى تبرد. العجينه ديالي بعد ما اختمرات، هذه العجينه ديال البيتزا والحشوه ديالها، واحد العلبه ديال الاسقمري، ايضا لاصوص بيشاميل، خليناها تتبرد. غادي نقسم هذه العجينه على زوج قطع باش غادي نصاوب منهم واحد جوج بيتزات. غادي نقسمها على جوج حصص، كناخذ كره من العجين، يعني كره من بعد ما قسمناها غادي نبسطها. كتبقاو تدوروها باش كتعطيها هذاك الشكل الدائري. يعني ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه، العجينه كتكون بهذا السمك، ما رقيقاش بزاف وما تكونش غليظه. غادي نتكها بالفرشات وغادي نوضعها في لاطه للفرن، نخليها تطيب واحد نص طيبه، واحد 5 دقائق ونخرجوها في فرن ساخن، واحد 5 دقائق ونخرجوها. من بعد ما كتمر واحد 5 ديال الدقائق، يعني غير كشويه كتيبس، غادي نضع عليها هاد صلصه البيشاميل. يعني كتعطيوها بهاد الصلصه البيضاء. ايضا غدا نضع لها هاد القرعه الخضر اللي حنا سوطينا. والحصه دائما كتقسموها على زوج، كيف قسمنا العجين على زوج، يعني كل شيء يعني غادي تقسموه على زوج. غادي نوضع لها الطون، ايضا قطع ديال الطونه، والزيتون الاخضر او الاسود حسب الرغبه، يعني حسب المتوفر وحسب الرغبه عندكم، حسب الرغبه ديال كل شخص. قطعه ديال الزيتون الاخضر وواحد الرشه من الجبن المبشور. ايضا غادي نعملها واحد القليل من هاد صلصه البيشاميل من الفوق. رشة ديال الجبن وغادي ندخلها الفران تكمل الطهي ديالها. وهذه هي البيتزا ديالنا، هذه اول بيتزا جبت من الفرن، هذا هو الشكل ديالها. غادي نتسناو عليها ريتها ما تبرد ونشوفهم ان شاء الله في طبق التقديم. الشوربه غادي نحتاجو، هنا عندي القرعه الحمراء، عندي تقريبا هنا واحد 400 غرام ديال القرعه الحمراء، جوج حبات ديال بورو، كيف ممكن تعوضهم في حبه ديال البصل مويانه يعني متوسطه، قطعتهم بهذا الشكل. وعندي واحد القليل من الكرافس، تقريبا واحد معلقه كبيره ديال الكرافس، هذه اختياريه، يعني اللي بغى يضيفها يضيفها، اللي ما بغاهاش ما يضيفهاش. انا كتعجبني النكهه ديال الكرافس في الشوربات، يعني غتلقاهم في جميع الشوربات ديالي غتلقاو فيهم كرافس. معلقه كبيره، والمعدنوس التالي، يعني حتى كنكونوا كنميكسيو عاد كنضيف المعدنوس. غادي نشوف طريقه التحضير ديالها، سهله جدا وكتجي لذيذه وصحيه ممتازه. طنجرة الطهي غادي نوضع معلقه صغيره ديال الزبده، غادي نضيف ليها هاد البورو، يعني حتى يتشحر لينا مزيان، غادي نشحرو في هاد الزبده حتى يدبال، وعاد غادي نضيف ليه هاد القرعه. من بعد ما كتشحر لينا البصله مع ديك المعلقه ديال الزبده،
يعني كتشحروها مزيان. انا في ديك الاثناء قطعت القرعه يعني زدت قطعتها قطع صغيره. هنا راه عندي نص كيلو ديال القرعه ماشي 400. وغادي نشحر الكل. هاد التشحيره ديال الخضر في الاول يعني كتعطي لاسوب واحد النكهه ممتازه. غادي نعمل لها واحد الرشه ديال الفلفل الاسود فقط غير شيشة. ونص معلقه صغيره ديال الملح صافي. وغادي نشحر الكل واحد شويه عاد غادي نضيف لهم ماء غليان. من بعد ما تشحرات لينا الخضر يعني ضفت لها الماء القياس الكافي ديال الماء مع معلقه ديال الكرافس صافي. الماء هنا بالنسبه للماء تقريبا عملت واحد لتر ونصف ديال الماء. كيف ممكن تعودوه مرق الدجاج او مرق اللحم يعني حسب الرغبه ديالكم صافي. وغادي نغطي عليه الطنجره ونخليه واحد 15 دقيقه يطيب ونشوفوا المرحله المواليه. الشوربه ديالنا بعد ما مرات 15 دقيقه ها هي دي باشطه. غادا نضيف لها واحد القطعه من الجبن اي نوع انتم كتفضلوا. كيف ممكن تعملوا حتى الجبن احمر. القليل من البقدونس واحد الربيطه ديال البقدونس. واحد العلبه ديال ياغورت طبيعي. كيف ممكن تعوضوه بكاس او نصف كاس ديال القشطه الطريه اذا توفرت عندكم. سينو غادي تعملوا ياغورت طبيعي. واللي ما بغاش ما يضيفوش يعني اللي ما بغاش ما يضيفوش راه كتجيبيها حتى هكا كتجي زوينه صافي. وغادي نطحن الكل. صافي وهي هذه الشوربه ديالنا واجده. غادي نوضعها على النار واحد جوج دقائق فقط صافي. وها هي دي واجده الشوربه ديالنا. هذا هو القوام ديالها. يعني كتجي غزاله لذيذه صحيه. ممكن تزينوها بلانات او لا غير المعدنوس اللي فيها راه كافيها. الشبت او لا غير المعدنوس راه كافيها يعني تب هذا الشكل كتجي رائعه. وهادو هما الشهيوات ديال اليوم البيتزا. البيتزا ديالنا يعني عملت جوج حصص ديال البيتزا. الكميه اللي عطاتكم عطاتني جوج حصص ديال البيتزا كتجي رائعه عن جد يعني كتجي رطبه وكتجي غزاله. هادو هما شهيواتنا ديال اليوم. نتمنى عشانا اليوم يعني عشا خفيف ومتوازن. نتمنى هاد الاقتراحين اللي عملت اليوم ينالوا استحسانكم ورضاكم وتجربوهم في البيوت ديالكم وتاكلوهم ان شاء الله بالصحه والهنا.